Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba doogtaan ku soo dhawaada barnaamij jureedka Baahin TV oo xilligan oo kale aad ka daawataan shabakada Baahin TV qodobba xiisa badan ayaad barnaamijka ku daawad doontaan oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah ragii loo heystay kiiskii Aisha Elias oo dil lagu xukumay xog muhiim ah oo ku aadan magaalada Kismaayo oo qarka u saaran in lagu dagaalamo shabakado wax dila oo ka dilacay Somaliland oo aan warbixin idin kaga hayno sargaal muhiim u ah sugitaanka amaanka magaalada Gaalkacyo oo lagu dilay iyo faahfaahina ka soo baxay dilkiisa qodobadan iyo kuwa kale ayaan barnaamijkeedin kugu soo gudbin doonaa hadii la idmo. Qaar ka mid ah ragii loo heystay kiiskii Aisha Elias oo dil lagu xukumay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa xukun dila guriday ragii ku aadeysnaa kiiskii Aisha Elias Aadan oo sanadkan horaantiisa kufsiye dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug. Guddoomiyaha maxkamadda Sheekh Cabdinuur ayaa ku dhawaaqay xukunka kadib fadhi saakay ay ka yeesheen maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ee magaalada Garoowe. Ragga la xukumay ayaa kala ahaa Cabdifitaax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige, waxaana lagu xukumay dil toogasho oo ay fulinayso dowladda Puntland ayaa lagu yiray warkan ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Garoowe. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxay fasaxday 7 nin oo kale oo kiiskan ku eedeysnaa kuwaas oo ay maxkamaddu sheegtay in ay ku weysay wax dambi ah. Garsooraha maxkamadda ayaa sidoo kale sheegay in ragga la xukumay ay haystaan bil ay racfaan kaga qaadan karayaan xukunka ku dhacay. وعند دخول الناس دار وجدوا شخصا مذبوحا فيستدلون بما رأوه من حال الشخص الخارج من الدار على أنه هو القاتل الذي باشر القتل بنفسه مع أنهم لم يشاهدوا ذلك أو يوجد المتاع المسروق في بيت شخص فيستدل بذلك على أن هذا الشخص هو سارق أو أن سارق أودعه إياه أو أن صاحب البيت اشتراه من السارق. أنت مركان كسو بحنا من السنة قرائنك. وحالي فهل تعتبر القرائن طريقا من طريق القضاء ووسيلة من وسائل النفي والإثبات عند صدور الأحكام بحيث يصح للقاضي أن يأخذ بها ويجعلها مستندا لحكمه. نعم. أن الشرع الإسلام اعتبر القرائن ولم يهدرها ما تركر ايو قرائن كالشرع اسلامك يفكر ايا وحل قبسن كره ومسألة الدليل لو قد يكره وحانو دليله وقبل على اعتبار القرائن الكتاب والسنة واقوال السلف الصالح من فقهاء وقضاته اولا ادلة القرآن الكريم على اعتبار القرائن وجاءوا على قميصي بدم كذب كذب قال بل صور الله انفسكم مركي اشارك كينين حقيقة الهي وكور رمي بيك بينه بيين ابهود نوح يلي يعقوب بل صور الله انفسكم مركا اسوه هل كان موجي ان افتوض وحكا نقل حسي وحجر او سنهين
وحي علمه وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بما رآه من سلامة القميص وعدم تمزقه وحو هالكاس أدري شري إنيسن حقيقة سوى فقصن شيئين مركو أركي شاتري إنه مرد قلي أو وحجح جيحة أوصلهين حتى روي أنه قال لهم إلا لغا شري إنه يقول لي ما نيالو متى كان ذي وحكيما يأكل يوسف ولا يخلق خميس وصلي هو مقرنسة مردين مجح جيحين مركا وحكتو سيسا قرائنتا رسمي أهل مركان هذا صوت أنه سيو أنه سيدا مقرنسة هذا وحل هذا أبي يقانك وعلامة أهل نبيه عليه الصلاة والسلام واسوه ومن السنة أنه وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بقول القافة وحكمي نفي سنجي يقانك أما في أبي يقانك أها مركو يلقفك وقفك أسوي سوبي نواد علي سدا سوكو حكومي وحكم ذا من أقبية ثالثا من أقبية الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم دون نكير من حد بإقامة الزنا عيد كذوها في من المجلس نبي عليه السلام وحي الحق مع عمر قال قرنية على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها حوين أور له وآمن لها هو حبك كعودي على قرنة ظاهرة أور كاس بانة نوجي إني ثريستي وحكالو جريضنا عمر ابن مسعود فالله الله تعالى عنهما وجوب الحد بالرائحة الخمر خمر يا مقنا يسأل كالصوري في فم الرجل من أفكي أو قي خمرا على القرينة الظاهرة وصغوا ويغوا عسكذي قرينة ظاهرة سلا وحن لسع السنين قرينة ياس تضرد كبرية شيء وصدح ذا لسوا بحضة حرارنت كانت إني محكمة وأركتها وحق وافق سن إني تهي وحوه كو عسكتها وحويه وحال إله ذا بينه لكل ما يبين الحق ويظهره ما أها مرخانتي هي دار هي قراءة كلية بينة ماها ولسع السنين ذاتك قفكي عن مقرنسة فالبينة قد تكون شهادة مقبولة أو تكون نكورا أو تكون شاهد الحال حالة ماشا تال قيمين كذا إيه نكور كقفكو وحين غنى markana kismaayo xog muhiim ah oo ku aadan ama sheegaysa in magaalada kismaayo ay qarka u saaran tahay in lagu dagaalamo wararka ka imaanaya magaalada kismaayo iyo xarunta gobolka jubada hoose ayaa sheegaya in maalintii saddexaad ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeysa ciidamada taabacsan militariga Soomaaliya oo ilaalo waa qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynayaasha Jubaland ee ku sugan magaalada kismaayo sidoo kale ciidamadan ayaa la sheegay inay waabaabulo yihiin qaab ciidamo beeleed ah isla markaana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan kadib markii ay magaalada Kismaayo ay gashay xaalad kale oo dhanka amaanka ciidamada ugu badan ee dhaqdhaqaaqa wadaha ayaa ka marqaata afayeenkii hore ee maamulka Jubaland Cabdinaasir Seraar sidoo kalena ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Jubaland ee doorashada sanadka 2019 ee la filayo in ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ciidamada amaanka ee maamulka Jubaland ayaa la sheegay in dhankoodu ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh waxana ay isku ballaariyeen xaafada ka tirsan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee Jubaland gaadiidka dagaalka maamulka Axmed Madobe ayaa laga soo saaray xarumaha ciidamada waxana qaarkood la geliyay heegan iyadoo dhinaca kale dibadda loo soo saaray ciidamo xareysna oo ka tirsana maamulka Jubaland kana amar qaata Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe xisadan ayaa salka ku haysa arrimaha doorashooyinka Jubaland iyo ciidamada dheeraada
oo ay keesadeen musharrixiinta qaarkood ee ku sugan magaalada Kismaayo waxana Kismaayo ay noqotay mar kale meel ay ku lug leeyihiin ama geli karta xiisada dagaal maadaama magaalada gudaheeda lagu arkayo ciidamada Soomaaliland shabakado waxa dilaa ayaa ka dilacay deegaanada ka duwan ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kulumaysiga Soomaaliland Hassan Gaafadi oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in ay jiraan shabakado xulafa ah oo dhibaato weyn ku haya nabadgelyada Soomaaliland wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in kooxahan ay ka kooban yihiin dad badan oo la yaqaano iyo kuwo kale oo aan la aqoonin Gaafad ayaa waxa uu kooxahani ku sheegay waxa uu ugu yeeray asaabado isagoona ka dhawaajiyay in ay ka mid yihiin kooxaha si madax dhaqameedyo siyaasiyiin ganacsato iyo waliba dad ajaaniba waa sida wadalka u dhigay wasiirka ayaa ku eedeeyay kooxahaasi inay ka dambeeyaan xasarada badan oo amni darro ah oo ka dhacay deegaanada kala duwan ee Soomaaliland wasiir Gaafad oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan maalmihii ugu dambeeyay dad dhibaato ku haya dhanka amaanka deegaanada kala duwan ee Soomaaliland waxana dadkaasi uu ku tilmaamay inay ku jiraan madax dhaqameedyo shaqaale ganacsato iyo sidoo kale dad ajaanib ah kuwaas oo falal ka dhanka amaanka ka wada deegaanada kala duwan ee Soomaaliland Ramajurad ka kala socoteen baahin TV oo din kaga imaanay suudiya Muqdisho da wadayaal wa naginta inta aanu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doono biri hadii Alla idin nabad galiyo فربدن